يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن الحر حر على جميع أحواله، إن نابته نائبة صبر عليها، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره وإن أسر وقهر. الحر الذي تبقى إرادته حرة مهما حاول الآخرون أن يقهروه وأن يذلوه، ولو سجنوه ولو حاصروه ولو ضيقوا عليه، فإنه يبقى حرا لأن إرادته حرة.